السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة دور النصف النهائي بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الكرواتي، وما هي القنوات المجانية. أتمنى منكم مشاهدة الفيديو إلى آخره، لأن هناك قنوات مجانية ناقلة للمباراة. وقبل البداية في التفاصيل والدخول في سوء الموضوع والتعرف على القنوات الناقلة لهذه القمة، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لك للفيديو تلك جديد. ونبدأ أكلام طبعا البداية مع القنوات ليس بشكل مجاني، وهما قناة أجنبية سوف أذكرها. لدينا RD إسترام، لدينا إير وان، تي في ناسيونال، بي بي سي وان، تي في تي إف أش تي وان، تي إر تي أش تي وان، تي في لا أش تي وان، لدينا وان تي في جورجيا، و اي تي في 1 لندن، وكذلك اورتوم هي قناة ناقلة للمباراة. هذه هي القنوات الأجنبية ناقلة لهذه المباراة، قنوات ليس هناك من مجانا لكنها بالتعليق الأجنبي. الآن سوف نتعرف على القنوات المجانية وعربية ناقلة لهذه القمة. لدينا القنوات المؤطرة بالأحمر، قناة الكأس 1 اتش دي، فهي قناة مجانية مفتوحة لكل العرب وكل الدول. كذلك لدينا القناة الثانية، قناة بين سبورت اتش دي، كذلك هي قناة مفتوحة وبشكل مجاني لكل العرب ومتاحة لجميع الدول. هذه القنوات المؤطرة بالأحمر هي قنوات مجانية ومعروفة. ولدينا قناة تي في اي اتش دي فرنسا، و سي تي في اتش دي سكوتلاند، وبين سبورت اتش دي 3 ماكس، وبين سبورت اتش دي 1 ماكس، والكأس إسترا 1 اتش دي، والكأس إسترا 2 اتش دي. هذه القنوات ليس مجانا كما قلت. القنوات المؤطرة بالأحمر هي قنوات مجانية ناقلة لهذه المباراة ولهذه القمة، وقنوات معروفة ولكل العرب متاحة. وهذا هو كل شيء لدينا، فلا تنسى الاشتراك لك للفيديو سيكون جديد، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.